أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة التفريق الذي يقول إن الفرق بين النبي والرسول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؟ ما أوحي إليه بشرع يعني شرع خاص في مسألة خاصة، أو بشرع عام. رسول يوحى إليه بشريعة عامة، أما النبي فيوحى إليه بشريعة خاصة في مسائل خاصة مكملة لما قبله وليست مواصلة. نعم، التعبير لا بأس به، وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، ذكر هذا التعريف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.